بسم الله الرحمن الرحيم. أصدرت أبل بالأمس الإصدار التجريبي الأخير لنظام الـ iOS 17.2 واللي جاء بـ 25 ميزة جديدة راح أتكلم عنها في هذا الفيديو. وطبعاً الإصدار هذا راح ينزل لكل الناس أتوقع يوم الاثنين أو الثلاثاء القادم. فهذا هو الإصدار التجريبي الأخير اللي يسمونه RC. وعشان ما نطول عليكم راح ندخل على طول في المميزات. أول ميزة أضافوها هو تطبيق جديد اسمه اليوميات، فلو دخلنا عليه الآن فهذا هو اليوميات، تقدر أنك تدون يومياتك. زي ما ذكرت سابقا من العادات الناجحة أو من العادات للأشخاص الناجحين هي تدوين يومياتهم. تدون يومك سواء كان يوم جيد أو لا قدر الله كان يوم مو كويس، فأنت تدون يومياتك ترجع لها، حتى فيها استشعار للنعمة أنك تذكر الأيام اللي أنت كنت فيها بصحة كويسة وبمزاج كويس. وراح يتعلم طبعا، مثلا لو انت عملت مكالمة راح يذكرك يقول لك اكتب يوميات عن هذه المكالمة، لو رحت المكان راح يقول لك انت حاب انك تكتب عن هذا المكان. يعني تطبيق اليوميات راح يساعدك انك تدون يومياتك، ممكن ترجع لها نهاية السنة وتشوف كيف كان يعني ادائك خلال ايام السنة. الميزة الثانية وهي خاصة أيضا بتطبيق اليوميات، أنه الآن لو جيت دخلت على الإعدادات وبعدين جيت نزلت تحت ودخلت على اليوميات، فالآن أنت تقدر تقفل اليوميات بالكود أو ببصمة الوجه. طبعا هذه الميزة يعني أتمنى أنه أبل تضيفها في الإصدارات القادمة لكل التطبيقات، يعني أنه أضافتها للجورنالينج آب والآن مضافة للنوت، أتمنى أنها تكون أيضا في الصور وغيرها. فأضافوا له ميزة تقفل اليوميات واللي أتمنى أنها تكون في كل التطبيقات. من المميزات ايضا اللي اضافوها انه الان لو جيت انت رحت للاعدادات وبعدين جيت دخلت على الخصوصية والامن وبعدين جيت نزلت تحت ودخلت على التحليلات والتحسينات، ففي تحسين دقة الموقع في الواقع المعزز، فتقدر ترسل الى ابل بيانات حول احجام المباني واشكالها عشان تستفيد منها ابل في تطوير الخرائط ثلاثية الابعاد. انا رأيي انك تتكفلها، لو حبيت انك تخدم ابل ممكن انك انت تفعلها. ايضا من التغييرات انه الان لو جيت رحت الى عام، ففي السابق كان الضمان تحت حول، الان اصبح على طول تدخل عليه من العام، وغيروا اسمه الى ابل كير والضمان. لو جيت دخلت عليه راح يظهر لك كل اجهزتك اللي مرتبطه بالايفون سواء الساعه او الايربود، ويعلمك اذا كان ضمانها موجود وهل انت مشترك في خدمه ابل كير ولا لا. ايضا من ضمن الاشياء اللي اضافوها انه الان لو جيت دخلت على البث السريع والتسليم، فأضافوا مستقبل البث السريع وهذا خاص بنظارة أبل اللي راح تصدرها أبل السنة القادمة. فهذا أول خيار موجود لنظارات أبل اللي راح تصدرها أبل السنة القادمة، فممكن أنك تتفعله، أو لو رأيي أنك تتقفل لحد ما تشتريها، لو حبيت تشتريها اللي سعرها تقريبا 13,000 ريال، فلو حبيت أنك تشتريها تفعلها، ما أنت مشتريها لا تفعلها. من الأشياء اللي أضافوها واللي أعجبتني هي ميزة الرسائل في الآي كلاود. فالآن لو جيت دخلت على صورة حسابك من الأعلى، بعدين دخلت على الآي كلاود، وبعدين ضغطت على إظهار الكل، وبعدين دخلت على الرسائل في الآي كلاود، فالآن تقدر تعمل لها مزامنة. الآن في السابق ما كان تقدر تعمل لها، تقدر أنك تعرف كم عدد الرسائل اللي موجودة عندك وكم ماخذه من التخزين. من ضمن المميزات ايضا اللي اضافوها واللي تنفع للناس اللي مهمين او اللي لهم او الصحفيين او اللي لهم انشطه سياسيه، هي اللي تحقق من مفتاح جهه الاتصال. فتقدر انك تتفعله، طبعا عشان تفعله لازم تفعله على كل اجهزتك، فما ينفع انك تفعله على جهاز وتخلي جهاز، فلما يكون الشخص الثاني مفعله فراح تتاكدون انه ما في احد سرق حسابات اي واحد فيكم، فهي نوع من التاكيد في التواصل. من ضمن الأشياء أيضا اللي أضافوها أنه الآن في الإشعارات، في السابق كان لما تجي تفعل إعلان الإشعارات فلما تجيك رسالة نصية طبعا يقراها لك لو كانت بالإنجليزي، الآن لو وصلتك صورة فراح يوصفها لك، فحتى لو جوالك في جيبك جاتك رسالة على الآي مسج فراح يوصف لك وش اللي موجود في هذه الرسالة. من ضمن الأشياء أيضا اللي أضافوها في الرسائل، فلو دخلنا على الرسائل الآن، فلو ضغطت على أي رسالة الآن فبإمكاني إضافة ملصق، فأقدر أختار الآن إضافة ملصق وأضيف الملصق على طول. في السابق كان لازم أضغط على حرف على علامة الزائد هنا وبعدين أضيف الملصق. من ضمن الأشياء أيضا اللي أضافوها أنه الآن لو أنت ضغطت هنا على تعديل على سبيل المثال، ف
فأضافوا الجسد، فتقدر أنك تتحدد جسمك سمين نحيف بعضلات بدون، فتقدر أنت أن تحددها في الإيموجي. من ضمن الأشياء اللي أيضا انضافت اللي هي الوجت، فأضافوا 4 وجت، هذا الوجت حق تبع الساعة، في وجت جديد للطقس يعلمك الشروق والغروب، في وجت أيضا يعلمك درجة حرارة أيام الأسبوع، وفي وجت يعلمك عن الرياح و درجة الحرارة الصغرى والكبرى وغيرها. أيضا من الأشياء اللي أضافوها أنه الآن أضافوا الترجمة في زر الأكشن بوتن في الآيفون 15 و15 برو. فعلى سبيل المثال لو جيت الآن وعملت الترجمة فراح يظهر لي أنيميشن جميل، ممكن تشوفونها الحين، تشوفون هذا الأنيميشن أنا جدا معجبني. من ضمن الأشياء أيضا اللي أضافوها اللي هي في تطبيق الكتب، فلو جيت دخلت على تطبيق الكتب الآن فهذا تطبيق الكتب، فالآن عندي الكتاب هذا، لو جيت ضغطت على الأيقونة اللي في الزاوية اليمنى تحت وبعدين ضغطت على السمات والإعدادات وبعدين ضغطت هنا على الأيقونة هذه، ففي الآن التلاشي السريع فعله، ممكن أنك أنت تتنقل بين الصفحات بسهولة، مع أني أنا دائما أفضل أن يكون التنقل بين الصفحات بالطي كأني أنا أقرأ كتاب. من ضمن الأشياء أيضا اللي أضافوها أنه الآن لو رحت إلى متجر الكتب فراح يعطيك الكتب اللي هي الأفضل مبيعا، سواء في السير الذاتية أو يعني على حسب الأقسام راح يعطيك الكتب الأكثر مبيعا. من ضمن الأشياء أيضا اللي أضافوها، وهذه يمكن يعني ما لنا علاقة فيها كثير لكن ممكن تساعدك لو أنت اشتريت جهاز جديد، ألا لو جيت أنت اشتريت جهاز جديد ففي الغالب ما راح يكون على التحديث الأخير، فيحتاج أنك أنت أول ما تفتحه من البوكس أو أول ما تطلع من العلبة أنك أنت تحدثه. ففي طريقة أضافوها في متاجر أبل أنهم يحدثون الجهاز وهو في العلبة، فحتى لو الجهاز قديم عندهم يحطون على الجهاز وراح يحدث بحيث أنه يضمن أنه يوصلك الجهاز وهو على آخر إصدار. من ضمن الأشياء أيضا اللي أضافوها أنه الآن لو جيت أنت دخلت أيضا على الإعدادات وبعدين دخلت على الخصوصية والأمن وبعدين جيت نزلت تحت ودخلت على تحذير المحتوى الحساس، ففي السابق كان تحذير المحتوى الحساس للرسائل اللي جايتك في الاير دروب أو مثلا من جهة الاتصال أو الرسائل أو رسائل الفيديو. الآن اللي أضافوها هي استيكرات، فلو في استيكر ما هو مناسب خصوصا للصغار أو واحد مثلا حاط صورة البروفايل حقه صورة ما هي مناسبة فراح يحذرك انه هذا الصوره ما هي مناسبه. فاضافه جميله تنفع ايضا لصغار السن. من ضمن الاشياء ايضا اللي اضافوها انه لو جيت دخلت على الاب ستور وبعدين جيت دخلت على التطبيقات ففيه التصنيفات الان في الاعلى، طبعا حاليا يمكن ما تظهر لانهم الان في نهايه السنه يحطون التطبيقات اللي فازت بالجوائز، ففيه تطبيقات يعني اللي كانت مثلا افضل التطبيقات، من ضمنها كان في تطبيق عربي اذكر تطبيق دراهم كان من ضمن التطبيقات اللي تصميمها كويس. ايضا من ضمن الاشياء اللي اضافوها واللي انا استغرب انه ابل دائما تغيرها اللي هي الوول بيبر وخلفيه الشاشه، فلو جيت الان قلت اضافه خلفيه جديده نزلت تحت فالان في المجموعات رجعوا الخلفية الجديدة هذه أو الجديدة القديمة، أول يعني كانت موجودة الظاهر في الآيفون قبل كم سنة والآن رجعوها، طبعا هي الآن متحركة تقدر أنك تتغير ألوانها، لكن أنهم رجعوها. أنا ما أعرف ليش أبل دائما تحذف خلفية شاشة وترجع تضيفها، يعني خلوها كلها موجودة يعني ما راح تأخذ بالمساحة كثير، لكن هذه أبل. أيضا من ضمن الأشياء اللي أضافوها أنه الآن لو جيت دخلت على عام وبعدين جيت دخلت على لوحة المفاتيح فالآن اللي هو النص التنبؤي تقدر أنك أنت تفعله أو تلغيه، طبعا هو ينفع بالإنجليزي أنه مثلا تقول أنا I would like to go to Apple فيعطيك كلمة store، فيعني هو يعطيك الكلمات اللي أنت ناوي تكتبها فبدل ما تكتبها هو يتنبأ فيها، فللناس اللي مضايقتهم ممكن انهم يلغونها، طبعا هي ما تشتغل الا على اللغه الانجليزيه فقط. من ضمن الاشياء ايضا اللي اضافوها انه الان لو جيت رحت الى السفاري على سبيل المثال ف تقدر الان انك انت تلغي او تحذف الهيستوري
مثلا هنا لما نجي نضغط على كلير فراح يعطيك انه تبغى تحذف لاخر ساعه او اليوم، اليوم وامس او كل الهيستوري. فالان يتذكر انت اللي عملته. فلو انا مثلا جيت ضغطت توداي وضغطت كلير هيستوري، بس بنجربها الان واقول له كلير، فالان مره ثانيه راح يتذكر اني انا اخترت اليوم. وراح في السابق كان كل مره الظاهر يطلع على اخر ساعه، الان يتذكر انت اي خيار اخترته من ضمن القوائم هذه. من ضمن الاشياء ايضا اللي اضافوها على سيري انه الان بامكانك انك انت تسال عن اشياء في الصحه، مثلا تساله كم عدد الخطوات، تقدر انك انت لو انت تتابع وزنك بشكل يومي تقدر تقول له انه يسجل وزنك، عشان لو انت بتتابع بشكل يومي. فعلى سبيل المثال، How many steps did I walk yesterday؟ فأعطاني الآن أنه 5820 خطوة أنا مشيتها أمس. Look my weight، فتقول له مثلا سجل وزني، تقدر تقول له سجل مثلا الأشياء اللي مثلا عدد الكالوريز اللي أنت أكلتها زي كذا. فبإمكانك الآن أنك أنت تعملها عن طريق سيري. أيضا بإمكانك أنك تسأل سيري لو ارتفاعك عن مستوى سطح البحر، فمثلا تقول What's my altitude؟ فيقول أنت الآن ارتفاعك 641 متر فوق سطح البحر. أيضا أضاف لسيري أنك أنت الآن تقدر تسألها لو فعلوا خرائط عندنا الوقت المتوقع للوصول إلى جهتك. فمثلا أنت طالع من العمل رايح للبيت، تقدر تسأل سيري تقول لها كم الوقت المتوقع عشاني أوصل، وتعلمك. من ضمن الأشياء اللي أضافوها يعني، وأنا صراحة يعني بعد 20 سنة الآيفون موجود أضافوا هذه الميزة، ويعني أتمنى أن حقين الأندرويد ما يضحكون علينا. فلو جيت دخلت الآن على الإعدادات وبعدين رحت للأصوات والحس اللمسي، فالآن التنبيهات الافتراضية تقدر أنك تغيرها. أول كانت أي تطبيق ما هو مختار نغمة راح يختار من نغمة واحدة أنت ما تقدر تغيرها، الآن تقدر تغيرها. فأخيرا أبل يعني سمحتنا بالتغيير الكبير هذا في النظام. يعني غريب، أنا يعني طبعا للأمانة أنا ما يهتم فيها كثير، لأنه أنا دائما جوالي على الصامت وأغلب الناس عن جوالاتهم على الصامت، لكن يعني خيار كان المفروض أنه يكون موجود. أيضا تقدر تغير الاهتزاز، فتقدر أنك أنت تغيره. يعني لو حبيت أنه أول كان في السابق اللي هو المتزامن، تقدر تجرب أيضا اهتزازات مختلفة هنا وتختار ما بينها. وأخيرا أضافوا اللي هو الدعم اللي هو الوايرلس تشارجنج اللي هو تشي 2. طبعا تشي 2 هو تقريبا اسرع من الجيل الاول من الشحن اللاسلكي، لكن استفادوا من نفس ابل اللي استفادت منه، انه يجي فيه مغناطيس، فبالتالي تضمن انه جهازك ما يتحرك وقت الشحن، بالاضافه لانه يبدا الظاهر من 7.5 واط للشحن. عيب الشحن اللاسلكي انه دائما فيه جزء كبير من الطاقه مفقود كحراره في تشي 2 عدلوه. ففي هذا التحديث ابل اضافته للايفون 13 والايفون 14، الايفون 15 موجود فيه اصلا. فالى ما فيه شواحن تدعم التشي 2 وايرلس تشارجنج، لكن راح تنتشر الان. هذه حاجة كويسة أنه دعموها. فهذه تقريبا 25 ميزة في نظام الآي أو إس 17.2. زي ما ذكرت النظام راح ينزل إن شاء الله الاثنين أو الثلاثاء القادمين، وبإذن الله إن شاء الله نشوفكم مع فيديو قادم.